بهدف توعية الشباب لخطر المخدرات وتأثيرها السلبي على المتعاطي ومحيطه، مقترحات ومواضيع هامة يتشاركها أساتذة ومختصون عبر ندوة حوارية تفاعلية في مبنى المكتبة المركزية في جامعة تشرين باللاذقية. اليوم جامعة تشرين كلية الطب بالتعاون مع مديرية الصحة مع الفرع مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ومع أطراف أخرى تقيم ندوة توعوية حول ظاهرة المخدرات وكيفية تجنبها وتلافيها والمعالجة والقضايا القانونية والنفسية. الهدف الأساسي كان هو الإضاءة الحقيقية والواقعية على هذه المشكلة في المجتمع وتبيان آثارها ودوافعها عند الشباب، ما هي الأسباب، ما هي طرق العلاج، كيف يمكن الوصول إلى العلاج، ما هي وجهة نظر القانون حول هذه المشكلة. العمل بشكل حثيث بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لجامعة تشرين لمحاربة هذا النوع من الأمراض وهذا النوع من المخدر الذي يقوم كثير من الناس بالترويج له وبالتعاطي به، ولكن نحن اليوم في هذه الندوة الثقافية والتوعوية مؤكدين بهذه الندوة أهمية التوعية الصالحة والرشيدة من قبل الأطباء المختصين ومن قبل كل المعنيين في إدارة الجامعة. كانت الندوة مميزة كتير، كان دوري بموضوع الندوة الإشارة لمخاطر الإدمان والطرق علاج الإدمان والواقع اللي عم نعيشه بالبلد عنا بموضوع الإدمان. الهدف الأساسي مو بس المعلومات اللي حكيناها، هو التوعية اللي هي الأساس بالوقاية من الدخول بخطر الإدمان واللي هو الأساس قبل ما نتورط الشخص بموضوع الإدمان. كم كبير من الشباب قد يكون ضحية لانتشار المخدرات والتعاطي وما شابه، فكان من الضروري إقامة مثل هذه الندوات، ونأمل أن تكون هناك ندوات متكررة نوعية وتحدد توصيات ومقترحات في هذا المجال. ربط الجامعة بالمجتمع للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة لا سيما على فئة الشباب الذين يشكلون بقدراتهم الحاضرة والمستقبل.